السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول: تحرك أمريكي مع بوادر اتفاق سلام في اليمن. أرسلت واشنطن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ وصد معلومات عن بوادر للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن. وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن اليوم الثلاثاء أنه سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى الخليج العربي بزعم تعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن ودعم التنسيق الإقليمي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع. غير أن صنعاء تتهم واشنطن بالعمل على عرقلة الحل ومحاولة فرض رؤية أمريكية على صيغ الحل تضمن استمرار الصراع. وستشمل زيارة المبعوث الأمريكي الرياض ومسقط وأبو ظبي، وكانت السعودية قد استدعت أعضاء المجلس الرئاسي إلى الرياض لإضلاعهم على تفاصيل مسودة الاتفاق مع صنعاء بعد مفاوضات برعاية عمانية. وقالت مصادر إن عيدروس الزبيدي غادر مدينة عدن للإلحاق بأعضاء المجلس الرئاسي في الرياض، وأضافت أن السعودية ستضع أعضاء الرئاسي أمام أمر واقع بشأن ما تم التوصل إليه في مسودة الاتفاق النهائية والتي تتضمن عددا من النقاط من بينها صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط. وأشارت المصادر إلى أن السعودية تسعى لإبرام الاتفاق والنأي بنفسها عن التصعيد من قبل قوات صنعاء ضد الأهداف الإسرائيلية. طبعا هذا التحرك الأمريكي يعتبر تحرك مفاجئ، ويأتي بسبب قيام صنعاء أو مشاركة صنعاء في طوفان الأقصى التي اتخذت شكل والتي جاءت على شكل هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على جنوب إسرائيل، تحديدا على مدينة أم الرشراش بين قوسين إيلات. وربما هي محاولة أمريكية لإغراء صنعاء يعني وحتها على التوقف عن مهاجمة إسرائيل مقابل التوقيع على هذا الاتفاق مع السعودية والذي سيتضمن صرف جميع المرتبات. طبعا كلنا عارفين موقف صنعاء الثابت من القضية الفلسطينية ومما يحدث اليوم في غزة، وهو أنها ستستمر في مهاجمة إسرائيل سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.